طبعا احنا اعتقد بقالنا سنتين ما بنشوفش خالص غير عمليات تخفيض للتصنيف الائتماني المصري للثلاث مؤسسات العالميين المعنيين بهذا الموضوع. واحنا طبعا الموضوع وصل خلاص لمرحلة يعني من الدول اللي هي يعني عالية المخاطر تقريبا. طبعا وكان متوقع جدا ان احنا نشوف هذا التصنيف ان هو يصدر يمكن في خلال هذا الشهر، هو كان امر احنا كنا متوقعينه يحدث. طبعا الفكره الثانيه المتعلقه طبعا بقرض المعني من الصندوق، طبعا هو لوجيك النهارده عشان حد اي مؤسسه هتقدم قرض لاي دوله لازم يكون عندها مثلا احساس ان هذه الدوله هتقدر تسدد فوائد هذا القرض وتقدر تلتزم بسداد هذا القرض. طبعا الوضع العام اللي باين دلوقتي قدام كل المؤسسات الماليه او لكل العالم تقريبا، مصر اقتصاديا تملك المقومات الاقتصاديه الجيده، لكن الناحيه السياسيه هي اللي غالبه على هذا الموضوع. يعني ما ينفعش بلد تملك مقومات اقتصاديه مثلا وبلد بهذا التعداد السكاني وعندها موارد طبيعيه ممكن تبقى جيده، لكن من الناحيه الثانيه ما فيش توظيف لهذه الامور، في صراعات سياسيه موجوده، نواحي امنيه طبعا سيئه، ما فيش سياحه تبقى موجوده، فبالتالي دوت انعكس سلبيا على الاداء الاقتصادي للبلد، وينعكس سلبيا على اي حد هيفكر ان هو يقرض هذه البلد، لان ايه الضمانه بالنسبه له ان هو مش شايف مثلا بلان على المدى الطويل او على المدى القصير ان البلد تقدر تسدد هذه القروض وتسدد هذه الفوائد. طبعا دوت امر طبعا سيء جدا، ده هينعكس طبعا اكيد هينعكس سلبيا على شكل الاستثمار الموجود. طبعا لما تيجي تتصنف دوله في وقت من الاوقات خلاص احنا بعد كده التصنيف لو في مراجعه جايه بعد كده من اي مؤسسه ماليه يبقى بنتكلم على تصنيف خلاص دخيل من فئه سي بقى، يعني طبعا فئه سي خلاص يعني ده اليونان على التصنيفات اللي بتحصل دلوقتي، اليونان هتبقى افضل من مصر على الشكل اللي بنتكلم فيه. لكن الملاحظ طبعا ان يعني انا شايف ان في قيود كبيره جدا على ان المؤسسات الماليه الاجنبيه بالذات تضخ مصر او تساعد مصر، لان في يعني طلبات كبيره مطلوبه، في حين لما نبص على دوله مثلا زي اليونان خدت انا عايز اقول 200 مليار يورو في خلال سنه على الاقل من المؤسسات من اوروبا من كل الناس، دوله في هذا الحجم الصغير مقارنه بمصر خدت يعني رقم مهول. اما شايفين بس الدول العربيه هي صراحه اللي هي التزمت نوعا ما في انها تقدم المساعدات الماليه لمصر. انا شايف ان اعتقد ان وجهه النظر السياسيه وجهه النظر السياسيه هي اللي بتتحكم في اداء صندوق في اداء صندوق في صندوق النقد ان هو يدي القرض لمصر. احنا بقى لنا يمكن سنتين عمالين نتكلم، احنا اصلا الحاله الامنيه ممكن كانت في وقت من الاوقات كانت كويسه، والحاله السياسيه كان في وقت من الاوقات كانت كويسه، ما خدناش هذا القرض وابتدت يبقى فيه شروط تانية. انا اعتقد ان الشروط ممكن توصل لشروط وجهه نظر الشروط تعجيزيه، يعني مش ممكن بلد في الوضع اللي احنا موجودين فيه هيبقى فيه فرض ضرائب، هيبقى في انفليشن موجود في البلد، هنقول ضرائب ورفع دعم. احنا متهيألي لو خدنا القرض ممكن هيحصل برضو مع هذه الامور هيحصل مشاكل برضو اجتماعيه. طيب ماذا عن الاجراءات الاخرى؟ يعني اذا كانت كل يعني لماذا يراد توجيه الانظار فقط الى القرض مع انه تبقى الحكومه لماذا هي مكبله لا تقوم باي اجراءات اخرى وتعلق امالها فقط على هذا القرض؟ هو الكلام ده فعلا هايل، احنا انا مش عايز اقعد نبص على القرض لو ما خدناش القرض هننهار، هناخد القرض هنعمل، لا انا عايز بس ان الشعب كله يتكاتف، انا عايز الكل يتجه الى العمل، عايزين استقرار، حاله امنيه، وحاله الحاله الامنيه تبقى جيده، عوده السياحه. يعني انا شايف ان احنا عشان نتغير للاحسن وناخد اللي احنا عايزينه لازم احنا نفسنا نتغير للاحسن، وشايف ان احنا نفسنا ان احنا لازم نتكاتف، وبعض الامور نبعد عن فكره الصراع على السلطة ونبعد عن الفكرة دي، لازم الكل يتكاتف مع بعضه ان احنا نخرج من هذه المرحلة. طيب اين صوت الحكومة يعني احمد فعلا؟ لماذا نرى تكبيل لصوت الحكومة؟ يعني لا نرى اي تطمينات حتى، يعني حتى عندما تصدر من المؤسسات الدولية ربما مثل هذه التخفيضات لا نرى اي صوت اخر من الحكومة ليطمئن المواطن انه نحن موجودين. يا عمي ما ليس فقط ما تقوله تلك الجهات هو الذي يعلو صوته، على الاقل لماذا يختفي هذا الصوت ولا اجراءات موجوده في الشارع؟ انا شايف اولا يعني وجهه نظر الحكومه في مصر انشغلت بالنواحي الامنيه الموجوده بالصراعات الموجوده السياسيه، بقت خلاص خدت حيز كبير جدا من تفكيرها، بقت عماله تتكلم ازاي ناخد مثلا القرض الموجود من بره، ازاي الدول الاوروبيه تساعدنا، لكن انا شايف هو الاعمق بالنسبه لنا ان احنا لازم نتجه للعمل، لازم ندي مثلا صلاحيات لكتير جدا من المؤسسات انها ترجع تشتغل في مصر. يعني انا اكبر حاجه بقعد اتكلم فيها ازاي احنا غير
غير سامحين ان الاجانب لما يجي يوصلوا مصر الاجنبي معاه 10000 دولار بس. يعني ايه يعني ايه واحد يخش مصر معاه 10000 دولار بس؟ يعني الامر ازاي ازاي 10000 دولار بس في وقت ان احنا عندنا نقص في العمله الاجنبيه؟ لو حتى ارفع سقف الرقم يعني. حتى النهارده انا اعتقد بعض الاجانب وفي ناس كتير كانوا بيوصلوا لحد مطار القاهره بصوا لقوا ان في هذا الحد غيروا مسارهم وراحوا لبعض الدول الثانيه، وده حتى الجرايد اثارت هذا الموضوع. فانا شايف ان حتى لازم يبقى في مرونه في المواضيع دي تبقى موجوده. وانا شايف ان المرحله برضو بنكرر ان احنا لازم يا جماعه نبص على التكاتف، ولازم نبص مع بعض ان احنا ننسى المشاكل الموجوده عشان نطلع من المرحله اللي فيها. على فكره احنا لو طلعنا من المرحله اللي احنا فيها صندوق النقد هو اللي هيجري علينا بعد كده، او بعض المؤسسات هتجري علينا انها تدينا بعد كده قروض، لان هي بالنسبه لها لما تلاقي بلد تقدر تديها كارد وتدفع لها الفوائد هو امر مهم ليها بالنسبه لها. اذا العمل والانتاج هو الامر المهم جدا في المرحله الموجودة.